نحن جسم واحد، إذا إيد الشمال عملت شيء يعني الجسم كله عمله، وإذا إيد اليمين عملت شيء بيكون الجسم كله عمله، ما هيك؟ وإذا الرجل اليمنى خطت خطوة يعني الجسم كله خطى خطوة، وإذا الشمال اللي خطت الخطوة يعني كلنا خطينا خطوة. نحن جسد واحد، نحن طلاب الشيخ عبد الله جمعية المشاريع جسد واحد.